لابته لابته وقفة شوميلة 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 يا الجحافي أداها تلقائي بدون أي منافس بدون أي منازع. هنا تنطلق الكايدة بهذا الأداء وبهذا العرض المميز. سلام يا الكايدة، سلام سلام لشعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني. عبد الله بن عامر الجحافي، تستاهل فوز الكايدة بشوط الإنتاج الرئيسي. تستاهل الخير والعافية بك، طول عمرك عامر. ما شاء الله تبارك الله، شوط رئيسي من إنتاج سعادة الشيخ عبد العزيز. ناموس أكيد غير. صحيح، محتاج ناموس الإنتاج نروح بحد ذات ناموس. نعم، وش سلالة تذكرنا؟ سلالة طويل العمر شاهين قشيم مملوك للشيخ عبد العزيز بن حمد الثاني، وأمه بنت كبار الحمر. مشاركتها قبل اليوم؟ شارك في المرموم قبل يمكن 25 يوم، وكاسرتين ركض كامل، فرقي بينه وبين الأشواط 5 ثواني. نعم، الشوط الأول إنتاج سابق المرموم. نعم عبد الله، أقوى ميدان تحس من غير قصور في ميدان الخليجية، لكن الميدان اللي تحس انك تنضغط فيه سواء بالكايدة ولا غيرها، ايش اقوى الميادين في وجهة نظرك من المنافسة بصراحة؟ اقوى ميدان طويل العمر ميدان الشحانية اللي فيه ضغط. هنا السبق فيه صعب. صعب، وكل ميادين ما استهان بهن فيها نفس السبق صعب، بس ميدان الشحانية اقوى شوي. ضغط شوي. ضغط. نعم، السبق فيه ما يكون بسهولة. لا ما شي بسهولة بونا. كل دورة ما كل شيء سبق بسهولة. هي نعم، لكن السبوق وين ما توديها يعني تكون كلها نصيب الاسد. السبوق من ما توديها اللي هي نصيب الاسد، تستر الخل طويل العمر عليه ما تطيها وتيمله. نعم زين، بشر عن مشاركه الحلال غير الكايده. والله ما هي شاركنا وقعود بكره يا بن رقوم زينه رابع وخامس، اول مشارك لها اليوم. وجهك وجعلنا مسندايم، وهذا الفوز يا ابو عامر، والناموس اللي ما تهدي وجهك ابيض طويل العمر، نهديه للشيخ عبد العزيز بن حمد ال ثاني ولابو سحيم صاحب النظرة الثاقبة والمشجعين الشعر جميعا. الفخر والعز تاتي بالعزايم، حاجتين ان تضمن ان الله ضمنها، سجلوها واعلنوا ناموس تايم، فرحة من عشاء ما سج منها، فرحة من عشاء ما